إن شاء الله بيكون عندنا بإذن الله تعالى مكان لكل طالب، مكان في التعليم العالي لكل طالب حاصل على الثانوية العامة. وإن شاء الله دي بيتحقق هذا العام، وإن شاء الله بدون مشاكل مطلقة، والأمور تبقى واضحة من الآن. وإحنا سياستنا هذا العام بتقوم على احنا التوسع في القبول، يعني خلي بالكم التوسع احنا في القبول بقدر الامكان وبقدر ما تتيح الاماكن الموجوده في الكليات وفي الجامعات. ومن فضل الله علينا جميعا وعلى بلدنا، ورغم كل الظروف، ان احنا عندنا 25 كليه جديده هذا العام. 25 كليه بتفتح أبوابها لأول مرة، وهذا سيساعد بإذن الله على استيعاب عدد أكبر من الطلاب. يعني هناك توسع أفقي يتمثل في زيارة عدد الكليات، يتمثل أيضا في زيارة عدد البرامج الدراسية والبرامج النوعية. متعرفين التطور الحديث في التعليم العالي هو التركيز على البرامج والدراسات البينية التي تجمع ما بين أكثر من تخصص، زي مثلا الهندسة الطبية، الميكاترونكس يبقى مدني وعمارة، وهكذا، أو الطب الرياضي. فدي كلها أمور جديدة وبدأت تنتشر في كثير من الجامعات، وهي بتستوعب عدد من الطلاب. والميزة إنها أيضا بدل من إنه يبقوا الطلاب كلهم مثلا يقول لك هندسة فيها 1200 طالب صعب إنهم يعرفوا في مدرج، لا، دول هيقدروا 400 طالب من ال 1200، ويبقى هندسة فيها 800 البرنامج العادي. فإذا بنهدف إلى إنه الهدف من البرامج استيعاب عدد أكبر. 2، تحسين نوعية التعليم. تحسين نوعية التعليم من منطقين. المنطق الأول إن أنا عندي برامج جديدة تلبي حاجة المجتمع. الأمر الثاني إن أنا بأتيح فرصة حتى للطالب اللي موجود في البرامج التقليدية أنه يتعلم على نحو أفضل. هذا اتجاه جديد نؤكد عليه، ونؤكد عليه في اجتماعاتنا بشكل دائم. هناك أيضا توسع رأسي، وهو بإذن الله وقد تواصينا بذلك في المجلس الأعلى بالجامعات، وسنعمل وسنركز على أن يتم توسع رأسي. يتمثل في أن الجامعات المصرية التي تقدر أصولها بعشرات المليارات ألا تغلق أبوابها عند الساعة 1:30 ولا الساعة 2، وإنما ينبغي أن تعمل كما تعمل الجامعات العالمية من 8 إلى 8 مساء. وهذا سيؤدي إلى استيعاب عدد أكبر، إلى تقليل الكثافة بالنسبة لكثير من الكليات، وبالتالي نحصل على تعليم أفضل. لأن إحنا عندنا دايما إحنا عندنا عدد كبير من طالبي فرص التعليم، عندنا أماكن، عندنا جودة نريد أن نحافظ عليها أو نزيد فيها. فنحن نعمل في إطار هذه المحددات الثلاثة الرئيسية، وإن شاء الله ده بيحقق لنا فرص أفضل بإذن الله. لذا فأنا أعتقد بل ومتأكد أن هناك العديد، هناك أماكن عديدة ستزيد هذا العام كثير جدا، ستعطي فرصة للطلاب المتقدمين لتنسيق 2014 إن شاء الله إنهم يحصلوا على أماكن في الجامعات. عندنا المعاهد بإذن الله سيتم الاهتمام بها نوعا، يعني من حيث طبيعة المقررات، من حيث أعضاء هيئة التدريس، من حيث كيفية الإدارة. إن شاء الله بيوضع نظام لحوكمة إدارة المعاهد العليا، ولن تترك المعاهد العليا بإذن الله تعالى، لأنها أيضا فيها جزء كبير جدا من خيرة شباب مصر، الواجب إن احنا نهتم بيه، لأنه سينعكس إيجابا على عملية التنمية.